مساء الخير من جديد، مكملين معكم بفقرة الموضة والأناقة، وأكيد هاي الفقرة ما بتكمل إلا مع مها الكيالي. مساء الخير مها. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك اليوم؟ تمام. وأنت كمان اليوم لابسة أسود وأبيض، مطقمين مطقمين مع بعض، عن جد ملبيين، متفقين متفقين. عن إيش نحكي اليوم مها؟ اليوم بدنا نحكي، قبل كم من يوم كانوا البافتا أوردز اللي هم اللي بينعملوا بإنجلترا، وبيعتبروه من الأحداث السينمائية المهمة جدا. أوكي. وكتير ناس بتسأل إذا هو بيشمل بس الأفلام الإنجليزية، هو بيشمل كافة الأفلام. إحنا ما بهمنا كتير ندخل بتفاصيله، أنا بهمني أحكي عن الملابس اللي ارتديت على السجادة الحمراء. تمام. فطلعنا قد ما بنقدر صور، وبدنا نشوف مين الديزاينرية وراء هاي الملابس ونحكي عنهم. أوكي. جاهزين. جاهزين. اوكي. مشيوا الديوك اند داتشز على السجادة الحمراء، وارتدت كيت هذا الفستان. هو هذا الفستان كان من ألكساندر ماكوين، وقيل انه هو لبسته من قبل بال 2012. انت كمان قريتي بنلبس لتاني مره، لبس اول مره بال 2012 وعادت لبسه بهاي الايفنت. انا حسيت اني شفته، مشان هيك بس شفته ما استغربت منه، ما استهجنتي بعدين. ما كل الاحوال انا مش كتير يعني لقيته، مش ستايل اللي انا بحبه، بس رويالتي يعني رويالتي. شوفي انا بدي اقول انه هو الفستان صراحه فيه رقي، بتقولي زي ما انت حكيتي فيه هيك اطلالة ملوكية، لا بقلها وبسيط، كبرها شوي بالعمر، طالعة هيك مع رفعة الشعر، مع الشعر هو طالعة هيك سيريس شوي، بس افتر اول يعني انا ملقيت اللوك، مش قادرة اني اقول انها مش لوك راقية او مش مناسبة للإيفنت. طبعا. من اللوكات اللي كانت مقبولة. هي شو ما عملت بصير في صدى دائما هيك، انت حاسة؟ اوكي. نشوف الصورة اللي بعدها عشان عنا اطلالات كتيرة اليوم. إيميليا كلارك لمحبين جيم اوف ثرونز، كاليسي معروفة بكاليسي. اوكي. انا ما عمري حضرته فما بقدر اساعدك انا بس بعلق على اللبس. اوكي. فستانها كان من إلسا سكيابيلي، هاي من الديزاينرية القدماء تليانية، كانت على وقت كوكو شانيل، هي من مواليد 1890 لاول 1970s. هي كانت بين الحربين، الحرب العالمية الاولى والثانية، كانت مشهورة جدا وإلها دار ازياء قوية. الفستان بسيط، أنا صراحة ما درت أحذر إنه قد يكون من الفساتين المهمة، ولكن الإطلالة جميلة. نعم. الحلاق أعطوه هيك، بتحسي إلها وزنها على الريد كاربت. الفستان بسيط، ما في إشي غريب غير عن المألوف، بس بتقولي فستان راقي ومرتب. صراحة اللوكس بهاي الإيفنت أنا هاي المرة بقدر أقول إني حبيتهم، ما بقدر أقول إنه الإطلالة كانت مش حلوة أو ما في، أو الناس ما أعطوها أهمية، أو لقيتها مناسبة جدا يعني كل الإطلالات. هلأ لما نتطلع رح تلاقي إنه على الأغلب أنا بتوقع إنها بتنال إعجاب الجميع. صحيح. أو بتقولي عادي، بس ما بتقولي مش حلو. مثل قبل شفناهم، مثل قبل كانوا صراحة يعني شوي مخيبين للآمال. صح مزبوط، هيك كان شعوري. هذا الفستان من دار أزياء غوتشي. الفستان إذا بتتذكروا لقيناه شوية بيشبه فستان اللي لبسته في حدا لبس زيه بالجولة، جينيفر أنستن، لقيناه شوية كان من ديور، هاي المرة من غوتشي. أنا بلاقي قصة هاي الفساتين حتى لو نرفع الخصر لفوق شوي بيعطي تقسيمة حلوة، وبيضيع الدفوهات إن جنرال عند الستات بطريقة حلوة، واللوك بتكون كتير غلامرس، ومشيتها على الريد كاربت فيها إطلالة قوية. أنا كتير حابة قصة الفساتين هاي من فوق، كانت زمان هلأ عم ترجع. صح. كتير عم ترجع، اللي فيها هيك تربيعة، اللي فيها تربيعة وبس يعني هيك. صح. أيوة بالضبط، هاي كتير حلوة. هلأ الستراب لما يجي على الأكتاف بيعطي عرض للأكتاف بطريقة حلوة، وبيعطي ما بتكون معجوقة اللوك. مظبوط. فاللوك بتضلها دائما انت على السيف سايد، بس بدها جسم مرتب يعني، بدك اكتاف حلوة. طبعا اوف كورس، وما يكون صراحة مليانين الكتاف، لان بدها حدا ضعيف. بدها ضعف. حلو. اجملك شارليز ثيرون. شارليز ثيرون من اجمل نساء الشاشه تقريبا بلاقوها، مش هيك؟ صح. اختارت هذا اللون، انا لقيته اللون جدا موفق لالوانها، حسيت اللون رايح لها كثير حلو. هو من دار ازياء ديور، وانا لقيت انه الفستان مبهر بصراحه بلونه، والديتيلز البسيطه، البلت الاسود مع اللوك اعطاه اطلاله كثير راقيه وكثير حلوه. طريقه فتحه الصدر بهدول اللي بيسموهم احنا يعني بعالم الازياء، هي اقرب ما تكون الى يعني وايرد، مربط كانه سلاك،
سلاك بتكون الحديدة جواتها زي الكورسيك بيشدوها هيك بكسم وعلى الصدر بضل محافظ على شكل معين عم بتكون كتير موضة طريقة زي زمان مزبوط مزبوط كل التاريخ الفساتين كانت هيك هي دائما بترجع يعني قد ما ألفوا واخترعوا بالآخر في عندك حد برجع. معين للإبداع بيصير يرجعوا له باك تو بيسكس أوكي هذا الفستان من دار أزياء فالنتينو فالنتينو اشتهروا باللون الأحمر هذا اللون مش من الأحمر كورن. هو على الحقيقة اعتبروه من ألوان البينك يميل إلى لون الزهري صحيح. أوكي الفستان بسيط من الخصر ونازل مشكوك من عند منطقة الصدر القبة مدورة من عند الرقبة وراجعة لورا الفستان له إطلالة حلوة فيه رقي طريقة عمل الشعر متماشية بس بقول لك أنا بضلني أحس الأجانب عندهم دايماً أبسط منا بإطلالاتهم بس مع ستايلهم وألوانهم ونوعية شعرهم بحس الإطلالات بتلبق لهم صح بس أنا ما حبيت هذا الفستان ما حبيتي؟ لا أبداً أنا أسطو من فوق معها ما بحب هاي الأسطو أنا صراحة لقيته مقبول؟ مقبول بس مش واو مش واو مش واو لا لا واللي بدي أعلق كمان وأقول إنه ستايلات الشعر إذا بتلاحظوا عند السلبرتيز الأجانب بتكون معمولة بطريقة بسيطة جداً أنا هذا مأخذي على العربيات لما بدها ترفع الشعر عنا عمره ما بيرتفع بطريقة بسيطة بتصير بتحسي صح. يعني صاري على التعليق زي كأنه قوار زريع وشعره وطالع منه ورد ومبالغة ورشة السبراي الأوفر بتضيع رونق الشعر اللي يتحرك مع حاله صح. طبيعي أنا هذا المأخذ هيك بحس لو نخفف من هاي الإطلالات لو نخفف من السبراي نخفف من السبراي صراحة طلع كيف لمعة الشعر صح. بتضلها ناتشرال أكتر كتير. هذا الفستان أنا لقيته من الفساتين الجميلة من شانيل الشغل كان أكتر على منطقة الظهر كانت الظهر معمولة بهذا التفريغ الحلو من الدانتيل وبقية الفستان هدالته وطريقة كيف نازل كتير كان حلو ومن قدام كيف له صورة ولا لا؟ الصورة المحطوطة عنا بس صورة ظهر بس حلوة كتير اسم الله وجهها بجنن وشوفي قد ما بسيط طريقة الشعر وما في مغالاة بالمجوهرات والهيكة بس الإطلالة ما بتلاقيها ناقصة لأنه الشعر بسيط كتير بيفرق على فكرة هذا الثين لاين لما يكون الشعر فيه كتير مغالاة بتصير الأكسسوارات بدك تزيدي فيها طبعاً. تطلع اللوك ناقصة برافو. بس هذا كتير حلو من الفساتين الراقية جدا كانت مزبوط مزبوط أوليفيا كولمان أوكي شو رأيكم وتعليقكم على الفستان عندي بلوزة زي الفستان من النص هو من ألكسندر ماكوين أنا بصراحة ما لقيته من الفساتين المبهرة لقيته حتى الكلمة شوي هيك زي الساحرات اللي بالأفلام لا ما كان قصدي ابدا هيك اقول بس بما انها هيك لورينا خلص اعطتك حسيته مزبوط ما حسيته خرج هالوين صح ما لقيته كثير وطريقه هيك عروق الورد والهيك ومع شعرها ومع مش عارفه ومع لا ما لقيته هذا من الشخصيتين اللي صريحه لقيتهم يعني اقلهم جمالا صح اوكي لانه هلا الناس رح تقول يعني ما رح تنام الليل عشان علقتي وما علقتي احنا بنحكي باصدمي وهدومينا بس يعني انا كزوجي الشخصي ورايي الشخصي ما مش من الفساتين اللي كثير استهوتني لا انا اوافقك الراي نشوف اللوك اللي بعدها بليز يلا ايش بحبها اوكي هذا اللون كثير حبيتي الفستان حبيت رينيزا الوجر بس مشان احكي الاسم اوكي من ألذ الممثلات البريطانيات يعني من زمان يعني بريجيت جونز دايري تذكريهم هذول كلهم بسلسله الافلام بس ببتسم وبعمل لك هيك اوكي الا خلص حكي مش احكي على الفستان احكي على الفستان لونه كثير حلو الفستان من برادا الفستان انا لقيته صراحه شيك كثير هاي الكلمه اللي بتوصفه فستان شيك لابس على كسمها بطريقه كثير حلوه التكسير عند الخصر من الجناب اعطاه هيك فوليوم ما كان ساحل سحلان معطيه شويه فوليوم بطريقه حلوه فصغر الخصر طريقه الاكمام للعين مختلفه شوي مش من اللوك اللي كثير اعتدنا انه نشوفه شفت حدا عمل مثله هذيك مره كانه اظن زهير مراد اذا انا مش غلطانه زهير مراد كانت الكم بيجي من بين الفتحه على مكمله بكمام هي معك حق مزبوط صح. اوكي فكان من الفساتين انا لقيته كتير ناعمه برضو اذا بتنتبهوا هم دائما لما يلبسوا الفساتين السواري الشعر بيكون مرفوع بطريقه فيري سمبل فيري نايس بس كمان جراند على المشي على السجاده الحمراء الفستان حلو سكارلت توقعت انكم هلا هي لانها سكارلت رح نعمل واو بس واو والفستان برضو ديفنتلي بنقال عليه واو انا اول ما طلعت على الفستان
كنت بتوقع اني اقرا اسم ديزاينر لبناني بصراحه، ذهلت انه هو من بيت، ما ذهلت لانه اقرب حدا لستايلاتنا فيرساتشي، دار ازياء فيرساتشي هم العاملين الفستان، نشك من المنطقه العلويه، واذا بتلاحظوا شقه التفريخ من عند تحت الصدر، انا بقول كمان عشان يبين التاتو تبعها شوي والتاتو على الايد، من تحت اجى عليه الريش اللي حكينا انه لساته دارج وبقوه بال2020. الفستان عنده اطلاله قويه، عنده روح، انا حسيت على الكاربت وهي ماشيه صح. ما بتقدري تقيمي عينك عليها جاي عليها طبعا يعني بطريقة. كانه مخيط عليها مش ما هو حلو. هو مخيط عليها مش كانه هو هيك صار مخيط عليها ما هذا هذا عباره عن فستانين، الفستان خارجي من كريستيان لاكروا. انا ان جنرال كريستيان لاكروا بلاقيه من الاذواق اللي صعبه علينا احنا شوي، بلاقيه اوفر لون الليبستيك، استغربت انه يروح لون الليبستيك على حمار مع الفستان اللي على فوشيا، حسيت الاطلاله على بعض كانت كمان مش من الاطلالات اللي انا شلابقى. بس انتبهتوا كيف لون الليبستيك يعني من بدأ من الاشياء البديهيه انه يكون اللون الميك اب ان جنرال متناسق مع اللبس، بس احنا صح. كمان العرب بننتبه على هذا الشيء اكثر، دقريبا. احنا فن الميك اب عندنا كثير يفوق طبعا. اشطر ناس اشطر ناس بصراحه، يمكن نحتاج نخبي اكثر منهم بس لا 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 العربيات حلوين. اوكي هذا الفستان انا لقيت واو شو حسيتي كثير كثير حلو الفستان. ليش عم تضحكوا كلكم؟ ضحكتوا يعني بضحكوا جوا بالجاليري، كل واحد يحكي كلمه بلاقيهم عم بضحكوا. اوكي كثير حلو هذا الفستان. الفستان طبعا مش مستنيين نقول من هو لانه لابسين الفالنتينو واضحه اكثر اكبر من الفستان، بس في شيء من عند الخصر غلط ولا حاسه هو فستان فيه متدرج بلونين اوكي لون على شامبين او على ذهبي فاتح من فوق او بيج مش عارف الالوان شامبين اكثر على بين الذهبي والفضي بس انا بقول يمكن على فضي اكثر لانه صراحه حتى الساندلز تبعونها ضاربين على فضي بس مش قادره كثير انا اقرر اللون واللون التحتاني اللي هو زي البتنجاني بوردو على هذا اللون بيسموه بلونين اوكي مع البلت انا حسيت الفستان الاشي الغريب فيه انه هو فستان سهره وعامل حاله مش كتير سهره يعني الطول الفستان هاي جديدة عامل حاله هاي جديدة يعني عامل حاله طريق اشي البلت اذا ليتل بيت يميل الى الكاجوال صح انا البلت صح؟ بس اللي ما كان تعليقي على البلت لانه عامل قسمه نصين مع اللوجو هو الفستان كله قسم نصين يعني بس اتس اوكي ولكن الفستان طول الفستان بتحسي انه هو عامل حاله سواري كوكتيل بس هو كوكتيل بارتي صح. بس اعلى من الكوكتيل بارتي صح. صح. عشان هيك بقول لك كان انترستينج درس مش عم بقول انه عابه ولكن للعين بتصير بدك تحللي اكثر هل هو سهره اكثر كوكتيل اكثر مش عارفه فبتخليك تطلع عليه بس كل ما تطلع عليه بتقولي انه الفستان ناجح وجميل وهي طبعا جميله هذا الفستان بدك تعلقي شيء قبل ما احكي لا. الفستان سكتتي لانك علقتي قبل اوكي ما رح عيد لعلقت بعدين تحت الهواء ما بستنى فيك تعلي عرفتي انه بخاف من تعليقاتك بتخاف من تعليقات لرينا مش من النوع البخاف بس بخاف لانه ما بتعرفي ممكن يخطر على بالها كرتون ممكن كوستيوم ممكن تعليق لل1300 ما بتعرفيش تذكري انا بس كنت بدي اسال مالها يعني بس تسمك مثلا بس تصورك بس برجع لها الموضوع يعني بالاخر الفستان من سان لوران انا مش اني ناسي اقول ايف سان لوران بس ما بنعرف كلياتنا بتعرف علي بسان لوران ايف اموها صار البوتيكات اسمها سان لوران صحيح بالملابس صار اسمهم سان لوران اكسبت بالكوزمتكس وبالبرفيومري ضلت الواي اس ال زي ما بنعرفها وانا صراحه كثير بلاقي الواي اس ال طريقه كتابتها خساره انها تصير بزعل انا صراحه اتضايقت لانه كعلامه احنا متعودين عليها وكثير من الشناتي الواي لحالها كانت تكون والبلتس والاكسسوارز صارت فينتج هذول هلا صار فينتج اوكي الفستان انا صراحه حبيت الفستان وحبيت الشغل على القبه من فوق اذا بتقدروا شوي ترجعوا لي الفستان لدقيقه ما بطول عليكم من عند الاكتاف كان الشغل عليه حلو الغريب باللوك انه الاكسسوارات اللي راحتهم او الصيغه اكشلي اللي راحت لها راحت على لون الكورال تقريبا علينا الاورنج والكورال راحت مع لون المناكير والخاتم والايرينجز واللبستيك تبعها راحت لهذا اللون على غير المعتقد انه راح تكمل الذهبي بالذهبي فانا قلت طفع. يمكن المشاهده تقدر تستفيد من هاي المعلومه انه مرات تكسري بلون كومبليتلي غير عن اللي انت لابستيه والاطلاله رح تضلها حلوه بغض النظر عن البوز اللي هي طارقته غيره قبل ما لورينا تستمر تغيب
هذا اللون حلو غريب كتير. الفستان حلو واللون حلو زيتوني جنزاري. أنا يعني مش أمي هيك بتحكي جنزاري. أنا مرات بفكره زنجاري مرات جنزاري، بس هي جنزاري بالجيم اللي هو الأخضر على بترولي. صح بترولي مزبوط. أوكي الفستان حلو كتير. طريقة ربط الكتف بهاي الشيفونة أعطاها إطلالة أكتر هيك خرج الريد كاربت بطريقة حلوة كتير. قشطة الشعر مع وجهها طالعة كتير حلوة. الفستان من أوسكار دلارنتا وهم من يعني من أشهر دول الأزياء طبعاً. للفساتين الأعراض والفساتين المرتبة وفساتين شو اسمه دائما فيهم إشي كتير ملفت. أوكي أوكي الورقة أوكي. أظن كلنا تعودنا على ستايل جان باتيستا فالي اللي هم عملوا كولابوريشن قبل فترة مع H&M، فالاسم صار بالنسبة للناس مألوف أكتر من الديزاينرية التليان الأواعي كتير بكتر كتير من اللايرينج والنفشان بالأواعي. اللوك مش بطالة تانكيو أخذتيها مني سريق. أنا عم بقول الأسود حسيته ضرب مع الإطلالة، يعني يمكن لو راحت للون نيوترال أكتر زي ما دائما بنقول بدها صندل أكتر، بدها لون يعني ما تشوفيه أكتر. صح. ونترك اللفت النظر على الفستان. صح. اللي مع هي مع الفستان مفرفح يعني بتحسي بس تشوفيه هيك تنبسطي. صح. يعني زي كأنه الفستان ألوانه ربيعية انكتم بالحذاء اللابسته الأسود. صح اوكي هذا اخر فستان ولا في فستان بعده؟ في كمان شوف يا ساتر. اوكي هذا الفستان اللي الفستان من دار أزياء جوتشي، ولكن اللون كتير مفرقع على سمارها. طريقة بس انتبهي كيف فكرة الصدر والوايرز اللي حكينا عليهم مكررة. ورق. أوكي ورق معلق على شو اسمه. الفستان مشكوك هو بايت ونازل مثل الشمس زي كأنه، ولكن أنا حاسة أنه الفستان ما أعطاها حقها. تطلعي عليه بس بتقولي فيه إشي مش مزبوط وفيه فوليوم. الكل صار مش عارف هي حامل هي مش حامل هي ناصحة هي شو. سألنا إذا حامل بتصيري على الكسم بيترك عندك علامة استفهام. لا لا مش أنا ما لقيته من صدى طبعاً. على السوشيال ميديا بطريقة معادية طبعاً. بس فقت تاني يوم البافتا كل إنستغرام كان عم بيحكوا عن الفستان طبعاً of course لأنه فيه صارخ. صح هذا الفستان من الفساتين أنا لقيته اللوك الحلوة من مايكل كورس. الإطلالة متعودين عليها بس overall اللوك مع بعض مع الساندلز اللي لابستهم والكلتش الحاملتا ستايل الشعر تقسيمة الفستان على قسمها بقدر أقول إنه من الفساتين اللي كانت ناجحة. طالتنا إحنا العرب بسيط الفستان بسيط وحلو حلو مش هيك كثير. نختتم بهذا الفستان أنا لقيته من الفساتين الجدا راقية معمول من الفلفت من دار أزياء جوتشي. المخمل الهدل ما يعني بيعطي الكسم معمول بطريقة حلوة. انضاف عليه هدول الستراپس عند الكتاف أعطاه هيك تويست حلو حافظ على شكل الكسم. كإطلالة أنا ملاقيتها كمان من الإطلالات اللي ناجحة ما بينعاب وإن جنرال هالمرة مش زي هديك المرة أحسن في تطور. الإطلالات مقبولة جدا صراحة وأقرب على ستايلاتنا إحنا ببلادنا أكتر. طبعا إحنا هلأ منستنى الأوسكارز لأنهم قربوا الكل عم بستنى الأوسكارز القادم تنشوف إيش رح يكون في جواهر مختبئة مين لابس إيش وشو لابس شو لابسين ونقدر نعلق عليهم طبعا 100%. اسمحوا لنا نستغل هاي الفرصة كمان إنه إحنا نعايد على واحد من المخرجين اللي كتير بنحبهم إحنا بالبرنامج طبعا علي الطهراوي. هابي بيرثدي علي نعاد عليك كل سنة وإنت سالم كل عام وإنت بخير إن شاء الله يعني دائما تضلك تخرج لنا وتطلع لنا فيها وتضحكنا وإحنا قاعدين وتضحكنا 100%. باها ثانك يو كتير حبيبتي شكرا كتير لك وتصبحي على ألف خير.